السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا حالة فيها شوية تريكس كويسة، وبرضو عايزين نستفيد بان احنا نعرف نفكر ازاي نهندل حالة زي كده. اول حاجة، البيشنت جوز المكتب جايالي بتشتكي من وجع شديد مش محتمل من ساعة ما عملت الفايبر بوست. هي مش قادرة تلمس الضرس، هي حرفيا بيشنت كمان جايالي بتعيط من البين. فهنا الدايجنوز المبدئي بتاعي ان انا قايم اشوف بريابيكال الابسس وانس البيشنت عملت ايه الفايبر بوست. ده المنظر كلينيكال باين كومبوزيت ريستوريشنز اول اراوند، او ده شكل كور بيلد اب ماتيريال، والفايبر بوست موجود في النص زي ما احنا شايفين. نقوم نبص كلينيكال اكزامينيشن، البيشنت مجرد ما لمست بصباعي بس صوتت من كتر الالم، هي ما كانتش متحمله اي حاجه. عملت بروبينج، كان في سوري عملت بالبيشن، كان في بين ويز البالبيشن، طبعا هو كان نيجاتيف فيتاليتي تيست. صورنا الاكس راي بتاعتنا ولقيت المنظر ده، المنظر باين فيه كور بيلد اب ماتيريال، في فايبر بوست موجود وزين الديستال روت، وفي ليجن كبير تحت قد يكون سهى على الدكتور او ما شافوش في الجزء بتاع اللور ستيفن. هي البيشنت عاملة رو كانال تريتمنت دي من 5 سنين وما كانتش بتشتكي. فالبيشنت صور اكس راي اطمن، هوبا عمل الفايبر بوست، ومجرد ما عمل الفايبر بوست في خلال 48 ساعة حصل الفلير اب العنيف اللي حصل ده. طيب تعالوا نحلل ايه هي الاوبستكلز اللي عندي هنا. اول مشكلة عندي ان انا عندي فايبر بوست، ومشكلة الفايبر بوست ان انت طول ما معكش ماجنيفيكيشن انت مش هتبقى تعرف تعمل له ديفرنشيشن من الروت، وحتى لو معاك هيبقى متعب شوية كل ما اللينس بتاعه يزيد تحت. تاني حاجة ان انا عندي بالابيكال ليجن كبير وبيشنت ان سيفير بين، فانت لازم تعرف تهندله كويس عشان تعرف تشتغل صح. وعندي بروكن فايل ممكن يدخلني في ريسك ان انا اكسر فايل جنبه وانا بعمل باي باس او انا بشيل الجيتابيك. تمام. هنا اول غلطة انا غلطتها ان انا مشيت البيشنت دي. المشكلة كانت البيشنت جاي لي الساعة 11 بالليل بعد يوم طويل جدا في الشغل، فانا ما كنتش قادر اعمل اي حاجه. اللي انا عملته ان انا كتبت لها ميديكيشن انتيبيوتيك، ولو ان الجايد لاينز تقول لك ان ده غلط، الصح دايما ان انت تعمل انترفينشن وانس في ابسس يو هاف تو درين ادرين ثرو اوت ذا كانال او من بره لو انا عندي فلاكتيانت سويلنج، او اعمل اكستراكشن. وللاسف انا ما عملتش حاجه من كده. البيشنت خد انتيبيوتكس وانالجيسكس قويه، كانت بتهدى، ومجرد ما 6 ساعات بتاعة الكيتولاك انجكشن بتروح البيشنت بتصوت من الوجع تاني. فخلاص اضطرينا ننظم او نعمل لها ارينجمنت لميعاد امرجنسي، وخدنا القرار احنا هنعمل ايه. انا شرحت لها ان انا هنا عندي فايبر بوست والوضع معقد جدا وانا هحاول اعمل اللي اقدر عليه. طيب اول حاجه مشكله فايبر بوست ان انا مش عارف اعمل ديفرنشيشن من الروت، فمحتاج ماجنيفيكيشن كويس عشان تبقى شايف. ولو ركزنا احنا قلنا في الفيديو ده وهقول في الفيديو الجاي وهقول في كل الفيديوهات، الماجنيفيكيشن ده من اكتر الاستثمارات اللي انت هتعملها في شغلك هتعلي الكواليتي بتاعتك. طيب انا هنا هشيل الفايبر بوست، في طريقتين اشيل بيهم الفايبر بوست. الاول ان هي الالتراسونيك، ودي اللي انا بفضلها. بجيب تب زي الاي 14 دي، هي عباره عن لونج تب دايموند كوتد. ميزه الالتراسونيك ان هو عندي اكسسبيليتي، بشوف منه، على عكس لما اشتغل مثلا بلوت بيت مع حاجه اسمها مانت بير مش هبقى شايف زي الالتراسونيك. فانا هنا بفضل بالاي 14 دي. طيب هنيجي ده المنظر، لو شايف في الصوره تحت هتلاقي منظر الفايبر بوست بتاعي. طيب انا هنا جبت التب الاي 14 دي، بشتغل على المود الاندو بيريو، او اللي هو الجهاز قصدي الاندو بيريو، بشتغل على الاندو مود وببتدي اعمل دريلينج وابقى بارل لونج اكسس بتاع التوس. هنزل لكم لينك الفيديو هيفيدكم في النقطة دي. طيب انا هنا بعد ما عملت كده رحت دخلت الاندو بروب اللي هو الدي جي 16 عشان اتشيك الانجيريشن بتاعي بدل ما انا اكون ماشي غلط واعمل بيرفوريشن. عايز اقول لكم ان انا هنا مجرد بس ما وصلت وشلت البوست، ما استنيتش اشيل الجتابركة، ده بقى المنظر اللي قدامي. مجرد ما لمست بس الجتابركة، يعني انا لمست طلع باص بالشكل ده، انا قمت جبت الكاميرا جري من كتر المنظر. وبعد كده بقى هو شكل الفولكينو الموجود قدامنا ده، وده يدل ان البيشنت فعلا كان ان سيفير بين. كل ده عامل بريشر على النيرف اندنجز تحت السنه بتاعتي، ودي زي ما انا قلت لكم دي كانت غلطه ان انا ما ينفعش اخر على البيشنت في حاجه زي كده. طيب في الحالات اللي زي كده انت كل اللي عليك ورم سلاين كتير. الورم سلاين ده هيشجع طلوع الباص،
لو عندك اي سويلينج موجود هنا ممكن تعمل عليه بريشر فدوت يطلع لك من الكنال، ولو عندك فلاكتوانت سويلينج بره ممكن اعمل بس انسيجن باللانسيت بتاعي. طبعا انا مجرب ما عملت الفيو ده ومشيت البيشنت، هي كان عندها سيستميك مانيفستيشن يعني كان في فيفر، فهنا انا خلصت اللي انا عايزه، شلت الجتابركة، قللت البكتيريا اللود وزين الكنال، وعملت درين الباس، مشيتها بس على انتي بيوتيك عشان السيستميك مانيفستيشن اللي كان عندها، كان عندها فيفر وكان فيه برضه ليمفادينوباسي. كده البيشنت بتاعتي روحت، عايز اقول لكم ان هي بعدها بيوم كانت زي الفل، وكان الحمد لله البين كويس جدا. بعدها جبت البيشنت بتاعي حطيت انتراكرانيال ميديكيشن عشان اقلل البكتيريا اللود اللي وزين الكنال واحاول احافظ عليه، بس حصل غلطه والانتراكرانيال ميديكيشن عدت بره، وده عموما من الحاجات اللي مش صح انها تحصل، لان الكالسيوم هيدروكسيد هو هايلي الكلاين فبيعمل مشاكل فعلا في البون. ده كان ميتا بيست، ومن حظ الجميل الجزء بتاع البون ده كان نيكروتيك، فالحمد لله ما حصلش مشكله وسيفير بين البيشنت. طيب الميتا بيست هو عباره عن كالسيوم هيدروكسيد اسمه نون سيتنج كالسيوم هيدروكسيد، في حاجه اسمها ميتا بيكس او ميتا بيست، هو عباره عن واحد اويل بيست وواحد ووتر بيست. ميزه الاويل بيست ان هو مش بيدوب بسهوله وان هو فيه ايودين فبيبقى مور بكتيري سايدل. انا هنا حطيت الانتراكرانيال ميديكيشن لمده اسبوع وجبت البيشنت بتاعتي ووصلت دراي كانال، طبعا البيشنت بقى سيمتوماتيك الحمد لله، بقى عندي دراي كانال موجوده وزن الميزيا الروت، بس الديستال ما زالت مش دراي بعد مرتين ميتا بيست. فانا خلاص خدت القرار ان هعمل الريجيشن كول بتاعي في جزء الديستال سوري الميزيال، وقفلت الميزيال بتاعي، كمان حطيت فلوبل عشان اعمل بروتكشن للجزء اللي انا عملته ده، وشفت من ميتا بيست لميتا بيكس، لان هو الميتا بيكس اقوى، هو يعني المفروض الايودين بيخليه كنترول شويه الويبين كانال وقليل البكتيريا الموجوده. عيبه ان هو بيتشال بصعوبه، فانت هنا هتحتاج تشيله بفايلنج تاني وبالتراسونيك تيبس. الحمد لله جات البيشنت بعد اسبوعين الدنيا زي الفل، مشينا الريجيشن بروتوكول اللي قلناه قبل كده. انا هنا بمشي بعد ما بشوف الماستر كون 3 سايكلز صوديوم هايبوكلورايت بانترنال هيتنج بسيستم بي مع الالترا اكس باسيف التراسونيك اكتيفيشن، تمام. بعدها بدي اديتا، بعدها سلاين، وبعدها هنا كمان كلوروكسيدين عشان دي ريتريتمنت، وانا بخاف من الاي في كالس الانتيري كوكس في كالس. طيب جميل، هنا عملت اوبتيوريشن بالهوب موديفاي تكنيك، انا بحب استخدم البايس سيراميك سيدر في الحالات اللي فيها ليجن بحيث يحسن لي الهيلينج بتاعي، وده المنظر بتاعي عند داي زيرو بعد ما خلصت الليجن مازال موجود تحت اهو، بدأ الكالسيوم اوكسايد يدوب شويه. طبعا انا هنا عملت كل عليا فروم من جوه الروت، الفولو اب هو اهم حاجه، تابعت البيشنت 3 عند 6 عند 12 الحمد لله عند سنه اللي هو 12 شهر كان في كومبليت هيلينج والدنيا كويسه. مهم جدا ان انا قبل ما اعمل فايبر بوست اطلب اكس راي حتى لو البيشنت معمول انتو شكله كويس تمام وبقاله 5 سنين اسيمتوماتيك وعمره ما تعب منه، لازم تركز في ليجن ولا لا. هو البيشنت كان كويس، انا لما انا عملت فايبر بوست انا اللي لعبت وغيرت الوضع اللي جوه، انت دخلت بكتيريا جديده فانت اللي عملت الفلير اب، فمهم جدا تخلي بالك من النقطه دي، ما تدخلش نفسك في ريسك وانت عامل فايبر بوست ان انت توصل لدرجه ان البيشنت يحصل له السيفير بين اللي حصل ده. تاني حاجه اهتم جدا بالانتراكرانيال ميديكيشن زي الميتابيكس بالذات في الحالات الويبنج كانالز بعنف، وهنا انا كنت ممكن اعمل على فكره ام تي اي بابيكال بلاج لو ما كانتش جابت راينس في الفيزيت اللي بعدها. واهم حاجه في الحالات دي هي الفولو اب، الفولو اب متابعه عشان تعرف انت ماشي في الطريق الصح ولا لا. كده خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون مفيد ان شاء الله، واشوفكم على خير يا شباب.